السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار اليوم غدا نقدم لكم وصفة الخبز الباكستاني أو ما يسمى بكيمانان، فكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبالنسبة للمكونات ديال العجين، عندي الدقيق تقريبا 500 غرام، عندي يوغورت طبيعي، شوية زيت رومية، شوية سكر سنيدة، شوية الملحة وشوية الخميرة. بالنسبة للخميرة عندي هادي خديتها من مجازان بيو، تقدروا تلقاوها حتى في المجازر الإسلامية، أو اللي ما عندوش يدير ديال الألزا كان سهلة باش نلقاوها، كنقدروا نلقاوها بسهولة. بالنسبة للحشوة عندي تقريبا 250 غرام أو 300 غرام ديال الكفتة، معها بصلة كبيرة شوية مقطعة، عندي القزبر حتى هو. بالنسبة للعطرية عندي شوية من الحار، شوية البزار، شوية الكمون، الملحة، التحميرة والقزبر، وعندي سكينجبير طري محكوك، وخمسة ديال الدروس ديال الثومة موية محكوكين، وعندي الزيت الرومية حتى هي. المهم بلا ما نبقى نكثر عليكم قوة الشرح، نخليكم تشوفوا الطريقة على عينيكم. بعد ما عجنت العجين ديالي وضعته في اناء اللي سبق لي دهنته بالزيت الرومية، غدا نغطي عليه من بعد لو فيلم اليمونتير ونخليه يرتاح. من بعد غدا نشد هذاك الخليط ديال الكفتة عندي مع البصلة والقزبر والعطرية، غدا نخلطهم مزيان، نزيد عليهم بالحق الزيت، وغادي نعمر هذاك الخبز بهذيك الحشوة اللي عندي. نخليكم تشوفوا الطريقة كيفاش درت ليهم. Thank you.
كما شفتوا العجين ديالي شكلته على 5 كويرات، كل كويرة بسطتها وضعت وسط من الحشوة جمعتها، ومن بعد عاوتاني بسطتها من الداخل حتى الجناب، يعني من الوسط حتى الجناب. الجناب خاصني نخليهم شوية يكونوا منفوخين على الوسط، وغدا نبقى نتك اللي بالملعقة ديال الخشب عندي داك الراس ديالها او اليد ديالها، غدا نبقى نتك حتى ندير يعني تقيبة في العجين كما كتشوفوا. من بعد ما ساليت من وضع الحشوة في العجين وتكيته باليد ديال الملعقة الخشبية، غدا ندخلو الفران يطيب من التحت، عاد من بعد يكمل الطياب ديالو من الفوق ويتحمر. من بعد ما طاب لي الخبز الباكستاني، غدا ندهنو بهاد الخلطة ديال الزبدة المذابة، ثومة والقزبر. وكانت هذه طريقتي في التصاويب ديال الخبز الباكستاني، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. هذا الخبز صدقوني كيجي غزال رائع وهشيش مقطن. اختاريت انا نقدمه مع الشوربه ديال الدجاج بالخرطه اللي سبق لي ووضعتها في القناه، غادي تلقاوها مباشره قبل هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يولي وصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله. نقول لكم الى حلقه مقبله ان شاء الله، تهلاو في روسكم.